السلام عليكم، حياك الله يا محمد. عليكم السلام، الله يا يبارك أهلا وسهلا. بك، الله وحياك، أهلا وسهلا فيك في أول حلقات سيرش. الله يبارك. أبى أبحر معك في تفاصيل محمد الزعيزعي في حياتك الإعلامية، حياتك المهنية، حياتك محمد. في سؤال أنا بسأله بداية اللقاء وأحب أخذ جوابه. محمد، كيف حالك؟ خير. لا، أحتاج حالك بشكل أعمق. كيف حالك الحين؟ كيف حالك اليوم هذا؟ يا طويل العمر، دام الواحد يشوف أمه وإخوانه بخير وعياله بخير، ما عاد همه نفسه الصراحة. يكون بخير حتى لو ما هو بخير. طبعا لا توتر، اللقاء لطيف يعني. لا ما بتوتر، أنا معميني ذا الكبس فقط لا غير. أنا عندك خبرة بس متوتر يعني. لا والله ما بتوتر. إيش اللي أثبت لك إني متوتر؟ أشوفها لغة جسدك، جوابك. طيب، عشان أعطيك إني ماني متوتر. محمد، ما كملت دراستك الجامعية؟ لا، خلصت الثانوي ما كملت. الله، إيش السبب؟ السبب يا طويل العمر، الحياة نوعين، نوع أنك أنت اللي ترسم مسارك في الحياة، وش تسوي وكيف وكيف، ونوع الحياة اللي ترسم مسارك غصبا عليك، سواء من وفاة والد، زواج مبكر، مسؤولية بدري، تنجبر أنك تخلي أمور واجد أنت المفروض أنك كانت تسويها في حياتك، وتكبر بدري وتشل مسؤولية بدري. لو مسار حياتك خلاك تكمل الجامعة، أولا الله يرحم الوالد إن شاء الله ويغفر له ويجمعك بجنة النعيم. لو مسار حياتك خلاك تكمل الجامعة، وش كنت حاب تصير؟ وش حاب تدرس؟ يما أني إن شاء الله أصير دكتور ولا محامي. شتان ما بين الاثنين. نعم. إيش معنى؟ وش جانب المحامي عندك وجانب الدكتور؟ الدكتور يكسب أجر، زودا على أنه يعني مكانته طيبة، يكسب أجر في معالجة الناس. المحاماة تأخذ حق الناس. حلو الربط. محمد، زواجك بدري، تزوجت عمرك 21. صحيح. صحيح؟ صحيح. والآن ما شاء الله أنت أب لثلاث أبناء. اللهم لك الحمد. ما شاء الله تبارك الله. اللهم شعورك، خليني أقول زواجك بدري، وش غير في محمد؟ غير، تخيل معي ها؟ انك بزر وتصير اب بزر. حلو. انك تشوف انك كبرت بسرعه مره بدري. سن المراهقه هذا ما عشته مثل اي مراهق ثاني، كبرت على طول صرت شايب على طول. ما تحس ان فيها ايجابيه شوي انك انت بينك وبين ابنائك ما يكون في فرق في العمر؟ الا فيها ايجابيه، فيها ايجابيه، فيها مسؤوليه، فيها تتغير كليا. ندمت يا محمد؟ بصراحة بصراحة يعني لو رجع فيك الزمن وراء إلى 21 سنة، هل كنت تأخذ الخطوة هذه برضو؟ إيه عشان خايف أو إيه عشان؟ لا خايف ليه؟ لا ماني بخايف، وأحلى شيء عندي في الحياة الحين عوالي. أحلى شيء لما أن أحد استقبلني منهم قال يبا تسوى عندي الدنيا وما فيها، حتى لو اني هملت ملذات الحياة كلها ما ندمت. محمد الوالد الله يرحمه تواسع، آمين، وش اخذت من صفاته؟ خذيت منه امور واجده. قبل صفاته خذيت منه نعم جعله الجنة، اللهم لك الحمد. وعلى ما قالوا اللي خلف ما مات، الحمد لله ونشكر. خذيت منه صبره، قوة باسة، شلته المسؤولية، مسؤولية الكبيرة. إخواني يشوفون فيني أبوي جعله الجنة. خليني أسألك سؤال افتراضي شوي. سم. الوالد هو اللي قدامك مثلا الآن، وش حاب تقول له الحين بعد هالفترة أو هالسنوات؟ وش حاب أقول له؟ إيه وش حاب؟ والله ماني بلاقي كلام اقوله الصراحه ابد. حاب تشتكي له، حاب تقول له شكر، حاب تقول له عرفان، حاب تقول له ليتك جنبي حاليا، حاب تقول له
تبدون كيف؟ والله ماني متحاكي، لو انه قدامي بتلوى عليه. يعني معقولة مثلا ما في شيء في خاطرك بيجي اول ما تشوفه؟ اللي في خاطري لاني بقادر اوصفه لك الحين، ولو اتقابل انا وياك ثلاث ساعات ما قدرت اوصف لك اللي في خاطري نهائيا مرة. فلا تحاول انك تعمق معي في هذا الموضوع، لاني حاليا شفت داخلها بالثقة. ولا تحدني على والله هو مو مسألة تعمق، مسألة أشعر أنه بعد هالسنوات، بعد تحملكم مسؤولية بشكل بدري، أنه في شيء في خاطرك ودك تقوله يا لوالدك بشكل مرة كبير. فعشان كده سألتك السؤال الافتراضي أو هالخيال لو عشته وش حاب تقول. فأسأل الله بعشر العظيم أن يجمعك في جنات النعيم. اللهم محمد سلام. علاقتك مع العائلة، أنت الحين أكبر أخوانك أو أكبر مني أخواتي وأكبر مني أخوي هادي. العلاقة طيبة اللهم لك الحمد. يعني أنت ترتيبك؟ ترتيبي الرابع. الرابع؟ إيه. طيب أنا بسألك سؤال استرادا، يعني الموضوع زواجك، تزوجت عن حب يا محمد؟ شوف الحب مو عيب ولا حرام. لا هو عيب ولا حرام، لكن ما لك لزوم. شوف هو ما لي لزوم تقدر تقولها لو ما انت شخص في الوسط الاعلامي، لكن طالما انت شخصيه في الوسط الاعلامي طبيعي انه هالسؤال يتبادر لاي احد. انا ما تزوجت. وانت عباره عن كتاب، وانت عباره عن كتاب مفتوح. انا ايش؟ انت عباره عن كتاب مفتوح اذا دخلت الاعلام. لا ما هذه معلومات تحطها لك. ما لك لزوم. الامور العائليه والخصوصيه هذه كتاب. على كل حال ابتسامتك اعتقد هي كفيله بان تعطيني جواب. والسكوت علامة الرضا طبعا. صح. محمد خلني انتقل من جانبك الشخصي بحكم انك انت شوي متحفظ واحترم هالشيء فيك. جانبك تسلم. محمد شاركت ببرنامج واقع. صحيح؟ صحيح. قبل لا ادخل في تفاصيل برنامج الواقع ابغى اعرف تجربتك على البرنامج. كيف كانت؟ نقلة نوعية لي وللمكان اللي كان البرنامج فيه، نقلة نوعية قوية لمحمد وللمكان اللي كان البرنامج فيه. أزود على ذلك البرنامج طيب مع أني نسيت نفسي فيه وصرت مصلح اجتماعي، بدال ما أني شخص رايح يبحث أنه يعني يوصل للشهرة أو يكبر نفسه في الإعلام، صرت مصلح اجتماعي بكل ما تعنيه الكلمة. طبعا انا شايف في عيونك وفي لغه صوتك انه انت ندمان على مشاركتك في هالبرنامج. ما قلت تقولني شيء ما قلت. اقول لك كيف قلتها؟ ايه. طيب انت لما تقول لي انا شاركت وعشت قصه مصلح اجتماعي، اي بمعنى انه بسبب هالنسخه وبسبب هالبرنامج انا ما قدرت اوصل من محمد الزعيزي بشكل كويس، هذه ما يتخلل فيها شعور الندم؟ لا ما لها مهب ندم. أنا قاعد أحكي لك الظروف اللي حصلت لي. بداية كلامي قلت لك دخلت برنامج واقعي هو نقلتي النوعية في الإعلام. أنا في الإعلام من قبل برنامج الواقعي، لكن دخلت مجال ثاني جديد نقلني نقلة نوعية كبيرة، والبرنامج في المكان اللي هو فيه، اللي البرنامج فيه نقل المكان نقلة نوعية، لكن تغيرت المسارات شيء بسيط في البرنامج. بدال ما أني كنت أنتبه لنفسي صرت أنتبه لغيري. وش اللي خلاك تعيش دور المثالية هذه؟ ليش أنت انتبهت للناس وما انتبهت لنفسك؟ مهم مثالية، هذه فطرة فيك يا رجال وغريزة من رب العالمين. فطرة فيك أنك تضيع شخصيتك الإعلامية على 24 رجال معك في البرنامج؟ لا هذه فطرة فيك يا الإنسان، ما تقدر أساسا أنها تكون دخيلة لشخصيتك. بس مش دائما يا محمد. لا دائما أنا إن لنفسك عليك حق. صح. صحيح. صح. أي بمعنى لازم يكون لنفسك بارت معين أنت تقدم فيه شيء لنفسك. أنت ضيعت برنامج كامل، ضيعت فيه وقتك، ضيعت فيه عمرك، تركت أهلك، تركت أولادك، في الأخير تقول لي بعد هالفترة أنا عايش مصلح اجتماعي.
أنا ماني بندمان. غير جواب منطقي. لا منطقي. أي شخص فيه الغريزة هذه أنا أحبه الصراحة. اللي ما يرضى على الغلط ولا يرضى أن فلان يحز فلان. وده أن كل أنفس طيبة على بعض. وده أنه ما يشوف الغلط قدام عينه. غريزة طيبة. لو أني ما ظهر من البرنامج إلا بالشيء هذا أنا كسبه. يعني أقدر أقول إنه عرفت لي 24 رجال. شوف الجملة هذه كانهم إخواني محمد. الجملة هذه اللي شبعنا منها في البرامج 24 رجال وأخواي وأخواني محزم الظهر وفي الأخير أنت طلعت زي ما يقول بالمورد بلا حمص وأخوانك نجحوا ومشوا اللي أنت شديت الظهر فيهم واللي أنت عطيتهم من وقتك وعمرك هم مشوا وأنت طلعت من البرنامج وأنت ما استفدت شيء على حد قولك. أنا لو ماني بناجح ماني بقدامك الحين. لا ليس شرطا. لا شرط أبدا. أنا أشوفك إنسان ناجح جميل حلو على شاشة ناجحة. النجاح النجاح مقاييس. أنت الآن تقول لي أنا لم أنجح النجاح الكامل لأني أنا ضيعت وقتي مع أخوياي. بمعنى أنت الآن في البرنامج اللي أنت شاركت فيه أخوياك ظهروا تمام بشكل رائع. أنت تمنيت أقولها أنك ما تكون في النسخة. لا ما قلت أنا كذا. أنا أسألك سؤال. لا لا هل تمنيت أن ما تكون في النسخة؟ شوف مهما وصل الإنسان من النجاح وده أنه بعد خذيت الثالث اللهم لك الحمد. قدمت برامج دخلت برامج ثانية إلى اليوم هذا أنا قدامك وهذا أنت تسألني على شاشة المليار. لو أني ما نجحت ما نبقى قدامك. استكمالا لمشاكلك اللي مع أخوياك أو مشاكلك في البرنامج كان في مشكلة في البرنامج بسبب التغذية. وش كانت هالمشكلة يا محمد؟ بسبب وش؟ التغذية. تغذية هذه طول الله عمرك. التغذية عندنا كان شوية حوال إيه العيشة سامجة. المهم خلع على ربك. زعل واحد من الشباب يوم من الأيام جلس تخاطب مع مدير القناة أو صاحب القناة. مريت عليهم أنا اللي أذكر أني سلمت عليهم ما ردوا علي السلام ورديت السلام على نفسي. دخلت أحد اللوكيشنات سمعت البوكس كان برا. أيوة رجعنا طبعا غريزتك أنك أنت تعطي من وقتك وجهدك. رحت ما للرفيق إلا رفيق اللي يعتاز. أما كذا ولا بلا شرفك. حاولت أفرع في البداية فرعة فحنا ماسكين الرفيقنا والطرف الآخر ماسكينه الإعداد. قام اللي ماسكين الإعداد في سب رفيقنا سبه مرة قوية. فكيت خويي من أخوياي قلت خلوه. وقام البوكس يا طويل العمر. ولكن شف فيه أمور ما ودك بهاي الإنسان وتكون خير. مدير القناة أسلوبه معنا كان صفر يشوفنا من هنا. من عقب ذيك المشكلة ضبطت الأنفس والابتسامة إلى هنا. إي والله. ليش؟ ما أدري والله. علشان يكسبكم عشان سوء التغذية؟ ما أدري بس يعني على ما قالوا درن في البيضة فرخ. إن العيال هم ساكتين على أي أمر. سكتنا لأن عجزنا خلاص وصلنا حد معين خلاص. فأضبطت التغذية وضبطت الأمور. الغريب في الموضوع إنك ما طرحت برنامج بشكل أنت اللي تبغاه. مشاكل التغذية المشاكل هذه ومع ذلك أنت مولد مانع دخولك البرنامج. طيب لو بسألك سؤال آخر. إن لم يكن محمد الزعيزعي في هالبرنامج وين كان حاب يكون في أي برنامج؟ وش النسخة اللي تمنيت تكون فيها؟ نسختي ما أتمنى برنامج ثاني محمد. لأن من غيرك صورة بحد ماني معين مثل ذراك الرجال اللي أنا عرفتهم. قل لي إله إلا الله. معليش محمد قل لي إله إلا الله. صح أني أقول لك أنه صار كذا وصار كذا وصار كذا. أبي ذيك النسخة بس أعدل فيها تعديلات بسيطة. شوف أنت وصلت لدرجة تناقض عجيبة الآن أمامي. بقول لك عشان أسلم. ما في أسوأ من أن الشخص يكذب على نفسه. تمام. أنت لما تقول لي الآن كشخص أنا عاقل أسمعك. أنا ما أخذت حقي في البرنامج. صرت مصلح اجتماعي. عشت سوء تغذية. نسخة جالس بينهم أصلح بينهم وفي الأخير تقول أعيش مع نسختي. شوف محمد وأقول لك على حاجة. شوف
أنا والجمهور والمشاهدين أكثر وعي. خلينا يعني أنا قاعد ألعب عليكم. لا خلينا من الأجوبة النرجسية هذه. ما هي بنرجسية. أنا ما بقول تلعب علينا. خلني أقول كأنك. المقصد وين محمد؟ أنت قاعد تناقض نفسك في نفس اللحظة. فهو مش معقول إنك أنت ندمان أو عفواً مش معقول إنك أنت مش حاب عشت إنك مصلح اجتماعي وفي نفس الوقت أنا أبغى نسختي. وين الترابط؟ بعلمك أنا وين الترابط. أول شيء ما أنت مجبور تقتنع بكلامي، هذا واحد. أنا ماني هنا عشان أقتنع. اسمعني. لا أنت ولا الجمهور ماني ما أنا كلامي الآن ما بيقنعكم. كلام انفجاري بقوله. ما لا لا أنت لا تقتنع بكلامي والجمهور لا يقتنع بكلامي. بصر ربي فيه. انفعالك دليل على عدم صدق موقفك أولاً. ما انفعلت. تفضل كمل. ما انفعلت. أنا قاعد أعلمك الآن، أنت الحين تقول لا أنت تناقض نفسك وأنت أنا ما قلت لك صدقني. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني مهم، معناه إني قلت لك أنا صار كذا وكذا وكذا إني ما نجحت. لا نجحت الحمد لله، لكن ما نجحت النجاح اللي أقتنع فيها. ما وصلت المكان اللي أنا أبي. مهم معناه إني أتمنى لي نسخة ثانية. بس بداية لقائنا ما قلت كذا على كل حال. طيب. قلت هذا الحين. إذا برضو أنت تثبت إنك أنت متناقض. كيف؟ صدق ما تصدق بكيف؟ وتراني ما انفعلت. طيب إلى الآن ما جاوبتني على سؤالي. باستثناء النسخة اللي أنت كنت فيها، وش النسخة اللي حابب تكون فيها؟ كلهم ونعموا على العين. برضو نسختك. كلهم ونعموا على العين وعلى الرأس ورجال وعيال رجال، لكن أبي نسختي. طيب. محمد، أنت شخص انفعالي بشكل مرة كبير. ما راح أقول مشاكل زايدة أو شيء، لا، بس شخص انفعالي. خليني أنا أسألك على فزت في مسابقة مؤخرا مع علي بن هادي. صحيح؟ صحيح. وش سبب استيائك بعد ما فزت لدرجة أنه لم يكن هناك حتى شكر وعرفة؟ هل الجائزة ما استلمتها بشكل صحيح؟ يمكنني مشغول وقتها ما قدرت أشكر. بعدين كيف أثبت أني مستاء من المسابقة؟ هذا كان الجمهور وهذا اللي كان واضح لنا. طبعا طبيعي أنا قلته. أنا أعطيك عدم استيائك. كيف طبيعي أنا لما أفوز في مسابقة، هذا شيء طبيعي، بمبلغ أعتقد 15 كان المركز الأول، في صحيح المعلومة، خلني أنا أمشي معك شوي أي 15. صحيح 15 تمام. ومسابقة في موسم من مواسم هالنوعية من البرامج، وفي الأخير أفوز ولا أطلع حتى أقول شكرا، أنا سعيد، شكرا لكم يا جمهوري، شكرا على أنه كان تصويت، شكرا لدعمكم، شكرا مدري إيش. شفت كيف؟ اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم عليه. اولا انا ما تكلمت عن الموضوع هذا بتاتا. تفضل. ما تكلمت عنه وما ادري كيف يعني انت خليت استيائي على اي محمل. ما عجبتك كلمه استياء؟ ايوه. خلاص شيل كلمه استياء، ليش ما اظهرت فرحتك؟ كذا اوضح؟ اي اوضح. تفضل. ابى اعلمك ليه ما اظهرتها. اول شيء اخي في المستشفى وانا منوم معه طول مده المسابقه، هذا واحد. اثنين، أنا ما تكلمت في الموضوع هذا بتاتاً. اللي يجعله يردني والله شيمتي وقيمتي، أتكلم يعني في أشياء أني خذيت ما خذيت. بس بما أنك أخوي الغالي تطرقت الموضوع هذا، أنت لنت بخبل والجمهور مهم خبلة. جميل. الله الله. فأنا من حقهم علي أني أوضح لهم أن المسابقات مهو كل المسابقات تكون حقيقية، يعني 50% تكون صدق و 50% ما أتكلم عن مسابقتنا، أتكلم عن المسابقات كلها. معلش وضح كيف ما هي حقيقية. بعلم 50% من المسابقات كلام فاضي. ومسابقة دي كانت من 50% من أي نوع؟ و50% كلام صحيح. مسابقتي لنا فيها كلامك سليم، ما استلمت الجائزة. أبو هادي يقول إن الراعي يعني زي ما تقول سحب عليه أو مثل الكلام هذا. فأنا ما تكلمت عن الموضوع، ودك أنك ما تطرقت له مرة واحدة. يعني تمثلت الجائزة وهذا كان سبب استيائك، هذا واحد. ما نمثل. إذن إحنا نقول مسابقة علي بن هادي هي كانت مع 50% اللي هي. والله قول اللي ودك، أنا أقول لك المسابقات 50 كذا و50 كذا. طيب علي بن هادي معك الآن في النسخة. طيب. أو في البرنامج اللي أنت فيه. طيب. مش حاب تقول له، مش تقول له الآن. ما أنا بحب أقول له شيء، لو إني بقول له شيء قلت له. هاتوا الفلوس اللي عليكم. أنا اللي أنا قلتها لعلي هادي قلتها له، لا علينا تصوير ولا علينا بث ولا علينا. ويوم أقول لك شيمتي وقيمتي ما خلتني أتكلم لا في بث ولا في جوال ولا في غيره.
يعني استيائك بسبب المبلغ أو إنك تشوف نفسك أكبر من المسابقة؟ الكبير الله سبحانه. خلني أكون معك صريح. استيائي أنا لا بينت فرحة ولا زعل. اللي يجعله من قبل تبدأ المسابقة وأنا منوم مع أخوي عبد الله. إلى أن خلصت المسابقة وأنا منوم معه. صلى الله. من يوم ما بدت المسابقة. من يوم بدت إلى أن. أو قبل. من يوم بدت. ما اعتذرت طيب؟ اعتذرت. اعتذرت إيش؟ ودخلت. أها إذن أنت دخلت بإرادتك. أي بإرادتي. معناته ما في سبب إلا أنك تأكبر المسابقة. أعطيك معلومة يا محمد. سم. محمد الزعيزعي أنا في وجهة نظري عبارة عن بلونة أحس. بلونة؟ إيه يعني أنت محمد. ترك قاعد أنت غلط علي الحين. الحين بقول لك أنا ليش غلط عليك. حسنا. إيه خلني أقول لك شيء. أول حاجة طلعوا على أكتافك زملائك. إيه. طبعا الكلام هذا مو كلامي، هذا كلامك أنت. واحد. اثنين. ما دخلت المسابقة هذه الأخيرة، ما راح أتكلم عن تفاصيل أخرى، ما تكلفت حتى لتوضح أصلاً أي سبب استيائك وجلست ساكت بدون أي تبرير. طيب. ثلاثة، أنت عشت أنك أنت أفضل صوت برنامج واقعي. خليني أكون معك صريح. أفضل صوت برنامج على برامج الواقع هو محمد الزعيزي. أنا قلت لا أقول لك الكلام اللي يجيك من الناس اللي حوالي. أنا قلت بقول لك فأنا أعتقد أنه هالشيء خلاك تعيش قصة أنك أنت أكبر مسابقة، يعني أنا أشارك مسابقة سناب وأحس أنه أنا أقل من هالمسابقة، أو لأنه أنا أشوف بعض تعليقات الجمهور في تويتر، وأعتقد هالشيء هو كان السبب الرئيسي. فخلني أعيد السؤال مرة ثانية. لأنك أنت سابقا شاركت في برنامج كبير وأنا نجحت. اسمع أكمل لك. شاركت في برنامج كبير ونجحت. صل على النبي. أول شيء يوم كنت تقول أخوياك يطلعون على كتافك، إذا بها أحد طلع على كتفي فطلع وأنا ودي. ودخلت مسابقة. وإن شاء الله هني جمل محامل. أشل أخوياي وأشل غيرهم. بس أنا ودي. ما حد مطلعني على كتفي وأنا ما أبغي. زين. الأمر الثاني المسابقة كان أقدر أتكلم عنها وأقول إنه ما جاني كذا ولا جاني كذا، لكن صاحب المسابقة أعطانا وقت محدد. إلى الآن ما جات، بما أنك فتحت الموضوع، لأن الجمهور بيقعد يتساءل طيب عطاه ما عطاه ما عطاني. زين. الأمر الثالث الجمهور ما هو بيتكلم من فراغ، ولا أني باللي مسح بألسنتهم وقايل لهم احكوا وامدحوا صوت الزعيزي. وإن كان صوتي زين وإن كان صوتي شين، والله له بمرجني مع الرياجيل ولا هو بمرديني، ما له شغل، موهبت من الله سبحانه والجمهور اللي يتكلم. شكرا لك. أنت قلت أو شيء عفوا يا سلام، أنت قلت أنه إذا طلع أخوي على كتافي فهو بإرادتي. نعم. هذا مو فشل يا محمد. لا. أنت وينك من الإعراب يا محمد؟ أنا ويني؟ نفسك وين؟ هذه موجودة. وين نجاحك؟ وين حقك على نفسك؟ نحمد الله ونشكره، ناجح، عبد من الله، مرضي من أمي، ويني ذا قدامك، وراضي عن نفسي تمام الرضا. أنت تشوف شيء ثاني؟ أنا أشوف. مشكلتك؟ أعطيك 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 أشوف كنظرة الجمهور. ايه؟ في برنامجك ما نجحت. في برنامج صوتي ضخم كبير جدا نجحت وفشلت صوتيا وما نجحت. ما اللي يقول لك اني فشلت صوتيا؟ ما اخذت مركز الاول. ما له خص. ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا الخامس. ما له خص ما له خص. انا في البرنامج اللي انت تقصده نزلت تصويت، اول ما نزل تصويت اقسم لك بالله وانا ماني مجبر ان احلف لك اني حتى التصويت ما نزلته. ليه؟ انا ماني بحب اوجع احد، خص الا قدها دراه. يعني تشكك في مصداقيه البرنامج تقصد؟ بصرك. ما في بصر في ذيك الحلقة؟ إيه؟ نعم ظلمت. نعم أقولها بالخط العريض. في ذيك الحلقة ظلمت ظلما كلا داريبة. ولو أني داري أني كنت أستحق في ذيك الحلقة أني أنزل تصويت، والله إن كان أصوت النفسي. يعني تدعي المظلومية بعد الفشل؟ لا ما له شغل. أنا ظلمت ذاك اليوم. ظلمت. أنت سمعت الحلقة؟ نعم. سمعتها؟ ما أديت أنا صح؟ بغض النظر. ها؟ معك في ناس أفضل منك. ما في. يعني أنت الأفضل. في ذيك الحلقة كنت أستحق كرت ذهبي. أنا داري وربي داري واللجنة دارية والجمهور داري. في يوم خلصنا من الحلقة قلت التصويت والله ما نزله، لأني نزلت هنا نزلت ظلم.
كيف أكمل في المسابقة؟ ماني مكمل، وقف استوب. ولا والله إني كان لأدعم الريال بالريال، لأن لو إني داري إني نازل وأنا صحيح إني ما كنت أستحق الكرت الذهب. طبعًا على كل حال أنا ما ودي إنك تعيش دور المظلومية وإني ظلمت. خلنا نكون مع أحيانًا يا محمد، أحيانًا أنت كبير وناضج إعلاميًا، لا يمنع بأن تعترف بأن هناك الأفضل. هذا واحد. أنا علشان كذا أرجع لكلامي، علشاني كبير حتى هنا على ها ماني متعرضك. عشان كذا أقول لك، شوف محمد، عشان كذا أرجع لكلامي الأول، أنت تم تعبئتك من جمهور برامج الواقع بأنك الأفضل في المجرة في برامج الواقع. الحمد لله. هذا الشيء خلى عندك شعور إنه لن يأتي أحد أفضل مني. لا، في البرنامج كان في أصوات أفضل منك ولازم تعترف بهالشيء. من أبسط. هذا واحد. من أبسط حقوق. اثنين، أنا بنتقل إلى محور آخر عشان أنا ما أتطرق في هالمحور. ترى قلني بطلع من ثوب، زهقتني مار. لا مو قديت زهقتك، الله يطول عمرك. تفضل اسأل، تفضل. شوف أنت قد زهقت من الحقيقة يعني؟ لا والله ما زهقت. شوف والله خلني الجرح لا مسك. والله ما زهقت ولا زعلني كلامك، سواء كانوا يعبوني إن كانوا هم صادقين بيض الله وجيهم، قاعدين يجبرون خاطري، وإن كانوا هم صادقين بيض الله وجيهم بعد، كذا أو كذا ماني بزعلان. إن كانهم يمدحوني كذب هذا جبر الخاطر وبيض الله وجيهم، وإن كانهم يمدحوني صدق وأنا داري إنه صدق بيض الله وجيهكم بياض الشاشة. أنت بس وش اللي حارقك في ذا الموضوع؟ حارقني يا محمد ولا ما بقول حارقني، أنا بس مستاء لعدم صراحتك مع نفسك. لا أنت زعلان من المدح اللي جيني. شوف أنت ما تمشي على مبدأ طولت الشبيبي طولت اللي. طيب وش اللي خلاك تغامر في مشاركتك برنامج سوق القرية؟ أغامر في إيش؟ شاركت برنامج سوق القرية. ليه ما غامر؟ الحياة كلها مغامرات. إيش كم مغامر؟ ما تخاف تفشل بعد؟ ها؟ ما تخاف تفشل بعد؟ إن شاء الله إني ما أفشل، وإذا فشلت في الدعوة بسيطة، الحياة كلها كذا مطامر. إذا اقتنعت إنك فشلت قبل. إيش فيك أنت؟ إيش فيك؟ شفت كيف؟ عشان كذا أقول لك. أصبر أصبر. ما فيها شيء إنك تجرب كل شيء. أنا جاي هنا أجرب إني مسوق. ممكن أنجح في ذا المجال. مقصد ما نجح يعني انت فشلت في السابق، انت فشلت في السابق. لا 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 ما قلت جاي جايبكم مسوق. ما قلت اني اذا فشلت كصوت، خليك من كلامي، فشلت كمتسابق، فشلت كصوت، فشلت حتى مشاركه سناب، فشلت حتى في برنامج كبير، فشلت والان بتفشل كلقاء. هذا رايك وفشلت. هذا رايك وراحمك ربي عشان يحبك. سوق القريه 40 يوم، خلني اسالك بسؤال ثاني واختم المحور، ايش راح تقدم؟ وين في؟ في سوق القريه. بسوق لك، بغني لك، بتسلق الجدران. بتكون نجم الأول؟ والله يا طويل العمر كل الربع اللي موجود هنا كلهم نجوم، وحنا كل منا جاينا كلنا كل مكمل الثاني. بس على فكرة تراك أنت أقدم واحد من المشاركين، أي بمعنى الخبرة عندك أكبر. ليش؟ خبرة عندك أكبر ومحاولات الفشل أكثر. حتى لو الخبرة عندي أكبر، النجاح للعموم، إذا العموم تكاتف نجحت النسخة سوق القرية. يتأخرون، ما هذا يجي يوم وذا يجي يوم، بيقعد الزعيز الحالة صاك الجدران، بينجح الدنيا ذي الحال. لازم إن الرجال كلهم متكاتفين بينجح، ما تكاتفوا مو بناجح أحد. الله يوفقك يا رب، وأتمنى هالتجربة تكون ناجحة إن شاء الله. ناجحة إيه، تقلب بالنجاح إن شاء الله. شفت ترى الرأي ذا لك أنت، ما لي شغل أنا فيه، لأن لهم زعلني ولا هم مرضين. أنا صوت الجمهور صدقني. محمد نايف الحزيمي، وش رايك بشعريته وفي شخصيته؟ شعريته شاعر. شوف عشان تدري اني منصف واني ما هضم حق احد، شعريته شاعر لكن عقليته وسط. احتاج شرح اكثر. انت ما نشتني الا عندك علوم من طرف شيء 100%، ما انت بناشدني لوجه الله. تفضل. زين تفضل. الرجال ذاك شاعر يملك موهبه شعريه ما يختلف فيها اثنين، كل رجال ان يعد الحق بيعد النايف شاعر. ماني مثلك تجحد صوتي زين. تمام. لكن رجال يدخله غره في نفسه. أنا اسف حقك علي. يدخله غره بس هذا رايي. تفضل. يدخله غره في نفسه، ممكن ان الجمهور يحركه. سوينا لنا عمل علشان ربع ساعه وانا تعبان في العمل لي حول 4 ايام من غير اي
مبالغ مادية، وقفة خوي مع خوية، نزل العمل قبل الوقت اللي هو يبيه بربع ساعة، فشل عليه حرب أهلية، وقعد يكلم فلان وفلنتان ويحذف العمل، والله أني صير، والله أني أسوي، والله أني أفعل، والله أن عشان نزل قبل الموعد، قبل الموعد بربع ساعة. الله الله. طيب فقرت في تويتر وانطلق علي، انطلق علي مرة، حطني على الصدام مرة يعني، وأنا ما كنت أستاهل والله، ما أبدا ما كنت أستاهل يعني، ما جه مني للجانب الطيب والرد الطيب والوقفة الطيبة. فتبرى من العمل، قال أنا ما أعترف بالعمل هذا، والمنشد لا صار ما هو متفق مع الشاعر. المنشد والله ما سوى شيء، والله أنه ما سوى شيء، ينهي دور الستر. الله الله. قال يحذف العمل، قلت ما يحذف العمل. عناد صار، ها صار موضوع عناد، ما هو بعناد، حق. طيب هو ما حق، لا انت بدك ترتبط معه في وقت، صح؟ صل على محمد. قلت له يا نايف، ان كانك تعرف حقوق الرجال، تبرك لحقوق الرجال، وابرك انا بعد، يحقون بيننا رجال، اذا لك حق تاخذ، مالك حق اخذ حقي انا. هذا حل. الحل الثاني، ادن في حسابي المبلغ الفلاني واحذف العمل، لكن رابط الرجلي عندك في الرياض أربعة ايام وانا اشتغل في العمل، واخر شيء تبيه كذا بشربة ماء؟ لا، انا اتعابي، انا تعابي اللي اجتهدته ان العمل ينزل في قناتي، غير الكلام هذا ما عندي. معلش انت الان المشكلة هي على ثلاث اشياء. المشكلة الاولى العمل نزل قبل بوقته ربع ساعة، قبل بوقته. اثنين، كان يبغى ينزل في قناته ونزلت في قناتك؟ لا، العمل في قناتي انا. حلو جميل. بس انه يوم نزل العمل فرق الربع ساعة هذه، قال يحذف العمل وينزل في قناتي. طيب هذا ما كان متفق عليه مسبقا؟ لا. طيب انت اخذت مادة على العمل؟ لا. او كان في اتفاق مادي قبل؟ يعني العمل على حسابك انت؟ العمل الاستوديو على حسابه هو. على حسابه هو؟ اي، بس انا ما اخذت شيء لي انا. ما اخذت شيء لي؟ لا، انا تعبي وشي في العمل هذا انه ينزل قناتي. اها، يعني انت وهذا كان اتفاقك معاه؟ ايه، قدام الرياجيل وقدام المهندس وقدام رجال اخر كان موجود. اذا انت تثبت الان انه فعلا العالم والشباب اللي حواليك قاعد يطلعون اكتافك، صحيح؟ ما له خص، انا مستفيد في العمل هذا ولا ما انا مستفيد؟ طيب ايش سبب تغيير كلام نايف الحسين في الاخير؟ شلون شلون؟ ايش سبب تغيير كلام نايف الحسين في الاخير؟ ليش في اخر ربع ساعه يبغى العمل ينزل في حسابه؟ انا نزلت العمل قبل الوقت المحدد اللي هو يبيه. جميل. طيب ربع ساعه قال لا، انك انت قاعد تتصرف من راسك، وانك ما تراني شيء، انا قايل للجمهوري كذا كذا كذا. قلت انت تدخل بيني وبينك جمهور، وش ما له خص يعني، بيني وبينك اكبر. تقدر تقول لي محمد انت زعلتني وكذا، بس تقول لي انا قايل للجمهوري كذا وكذا، ليه تدخل بيني وبينك جمهور؟ ليه تقدر تجيني كذا راس براس؟ وش صار الاخير؟ الشيء الاخير اللي صار ايش صار الاخير؟ خليت العمل وهو تبرى منه في تويتر، خذ له نص ساعه، حذف تغريدته وغرد بالعمل. غرد بالعمل تصالحا او ما ادري، حس ما صار بينكم شيء بعدها؟ لا ما توصلتوا؟ لا لا لا، يعني استسلم، يعني تقدر تقول استسلم من الامر الواقع. ما هو بس استسلم، هو درى، والناس اللي هو كلمهم قالوا يا ولد تراك ضايع، تراك مخطي على الرجال، لاني انا قلت له تعال نجلس عند رجال يقطع الحق، اذا انا المخطي يا محمد لك اللي تبي، اذا انت المخطي لي اللي يبي. هذا امر. الامر الثاني، اذا تبي العمل يحذف من قناتي، الدن في حساب المبلغ الفلاني، اتعابي في العمل. وش رد عليك على هالموضوع بعد ما قلت له الخيارين؟ غرت في تويتر زي ما قلت لك. حلو. هي قال تراني بتكلم في السوشيال ميديا. قلت يعني لسان مختار بين الخيارين هذه اي شيء؟ لا، قال بتكلم في السوشيال ميديا. قلت تكلم، لسان ما خلقه الله لا يتكلم، تكلم يعني بتذبحني بكلامك، ما تذبحني. بعد هالكلام كله وبعد هالمشكله كلها، ايش اللي خلاك تشكك في عقليه الرجل؟ هل تقصد انه عقله صغير؟ شوف، انا لو صار بيني وبينك شيء الحين، صار بيني وبينك شيء، يعني انا لو قمت الان من اللقاء هذا ماني بزعلان عليك ولا في خاطري شيء. هذا يعني انه عقل كبير يعني؟ اسمعني، ثم طلعت منك منه راضي ما فيني شيء، بعدين اشوف كلام الجمهور واجيك ارجع زعلان، هذا عقليتي فيها شيء. يا ان ما انت واثق في نفسك، يا انك مسير، هذه انا شك في عقليتك وقتها. يعني نايف الحزيمي يمشون الجمهور على كيفهم. نعم، في ذاك الموقف وباع خويه، ما بقول باع خويه،
اختار جمهوره على خويه. يا سلام، هذه اللي حاب تقوله. اي استكمالا لموضوع الاعمال، محمد اليابسي، اي هل اخذ لحانك؟ اي خلني انا اكون قاسي شوي، تفضل. سرق لحانك؟ مو بسرق، خذ له لحن، الدعوه بسيطه عادي، بس انه اللي زعلني في الموضوع. انت مشتاء. ها لا تقول بسيطه، انت انت كان عندك استياء كامل على هالموضوع. مو باستياء، انا عندي نزع عني موضوع انه خذ له لحن، اللحن اللي هو خذاه مكتوب على اللحن اداء والحان محمد الزعيزي. حلو، جميل. محمد الزعيزي ما كتب ادائي والحاني الا اللحن لي، لاني كان صادق. لو اللحن مو لي مكتوب الحان كذا، الحان كذا، اخذ العمل ونزله ان الالحان في الكلور شعبي. يعني محمد الزعيزعي كذاب؟ هل تأكدت أن محمد الزعيزعي هو اللي كتب هالشيء؟ نعم، أنها الحاني؟ إيه؟ إيه بالله متأكد. لو ما لا لا، تأكدت هو اللي أمر بكتب في الكلور شعبي؟ لا يا مسلم، أنا أسأل. شلون؟ أنا أسأل الحين، محمد الزعيزعي أو محمد اليابسي آسف أخذ الحانك صح؟ إيه. أنت تقولي هو اللي كتب في الكلور شعبي صحيح؟ هو نزل العمل في الكلور شعبي. جميل، راح محمد الزعيزعي تواصل مع القناة وتواصل مع اليوتيوب. يا جماعة عدلوا الشيء اللي صار. ما تكلمت في السوشيال ميديا بتاتا. ليه ما تواصلت مع اليابسي؟ اليابسي متسابق، كيف تواصلنا؟ جميل، يعني اثناء وقته كان متسابق. هي متسابق. جميل، تواصلت انا معه اني اطلع لي بموضوع في السوشيال ميديا عشان اطلع ترند، ولا ما احب الامور دي ولا اداني اثارة الجدل. من تحت لتحت كلمت الإدارة، يا الربع ترى الشيء اللي حاصل غلط، ترى أنا الآن كأنكم تقولون يا الزعيزعي أنت كذاب، عمل نسخة وحيدة ما هو بلحانك، عدله بس. أوكي، اليوم الثاني، اليوم اللي بعده، أوكي ألحاني وبلغت عليها. راح كلمني اليابسي بعدها الظاهر بيومين، كلمني سعود، شو اللي تبي يا محمد؟ قلت أنا ما أبي أي شيء، أبي الألحان في الكلور شعبي يغير. انا لو انه يعني محطوطه بدون الحان، اداء محمد اليابسي بدون الحان، والله ما كان اقول كلمة. وفي لحن قبلها وقبلها غنيت في نفس النسخه ومن الحاني ما قلت شيء، بس انه ما كتب في الكلور، خليت كذا عادي، ما يزعلني الموضوع ده. فنني كبرت واخذ الحانهم ولا يزعلون، ما فيها شيء. بس ان الواحد لا ينسب اللحن لنفسه ولا ينسبه لاحد وانت ماخذه من ذاك، هنا أنت تكذب راعي العمل وراعي اللحن. محمد، وش اللي وصل الناس اللي حواليك لأن يتجرؤوا على محمد الزعيزعي؟ ايه؟ من نايف الحزيمي إلى محمد اليابسي إلى أخوياك اللي في النسخة إلى ايه؟ هل محمد الزعيزعي شخصيته غير باينة أمام أخوياه؟ أو أنه طيب لدرجة السذاجة؟ أو أنه يدعي الطيبة عشان يكسب الجمهور؟ معليش يا محمد، أنا أصل النقطة أنه مثل ما قلت في البداية، أنت تظلم نفسك ولم تأخذ نصيبك، والناس قاعد يصنعون أمجاد بك أنت على ظهري. خلني أنا أشيل على ظهري، أنا بقول لك خلني أنا أكون متعاطف معك. أنا حزنت عليك، أنا جدا حزنت عليك، يعني أنا جمعية خيرية، أنا حزنت عليك جدا و حزنت علي جدا، ما بقول على ظهري، خلني بقول أخذوا نصيب الأسد عن طريقك أنت. خلاص محمد، إلى وين؟ طيب إلى وين فعلا؟ أنا داري وأنت داري والجمهور داري والربع اللي ذكرت كلهم دارين، والشخصية محمد ومحمد حقه ما يأخذ، كلن داري. كلام كلن تقوله هذا كله كلام جرائد، كلام حقائق مو جرائد. لا لا، كلام جرائد، هذه حقائق، ولا هو كلام جرائد، هذه صارت على أرض الواقع، ولا هو كلام جرائد، وانت قلتها بلسانك، خليك صريح، ما هو كلام جرائد، كلام من في الهواء. خليك صريح، أنت اللي قلته. أنا صريح، انت قلت طيب، وخليك صريح مع نفسك، خليك صريح مع نفسك. شف، أبسألك سؤال حلو يا محمد، اذكر لي حق النخذ لي، بقول شيء. لا لا، قل لي انت الحين، جاوبني، بقول لك الحاجة ارجع لك. خليني بسألك سؤال واضح. ها والله ماذا يريد محمد الزعيزي ان يقول لنفسه؟ لنفسك انت وش حاب تقول لنفسي؟ ايه صدق، وش كل صراحة، وش حالش؟ لا بصراحة محمد، بصراحة فعلا، وش حاب تقول لنفسك فعلا؟ هل حاب تعتذر لها؟ هل حاب تقول لها حاجة معينة؟ يلا عيش لنفسي أنا؟ إيه لنفسك أنت، بيض الله وجه نفسي عند نفسي.
فرص. انت لا تعطيني وضعيه انه ما اكل حقي، ما اكل حقي. ما طيب محمد، ما حد قادر ياكل لي حق. انا مره الحق اللي انا اخليه بمزاجيتي فقط، لاني رجال، لاني بحب اثارت. انت انا داري وش الشخصيه اللي انت تحبها. انت تبي لك واحد كل ما صار امرا حط الدنيا في عجه علشان اثاره الجدل فقط، وهو حقه لو تنتقه من ايده ما سوى شيء. لكن انا رجال ان اخلي الحاجه اللي ادري اني انا اعلى منها اخليها تروح في الهواء. حق من حقوقي ما يروح مره. انت داري والجمهور داري والرجل داري. اخر سؤال تفضل ابختم فيه. ولد قشران، ركان، مهند، عمر هذال، عادل هيف، شباب واصلوا وحققوا أرقام فلكية في السوشيال ميديا، وما زالوا مستمرين الآن من عمل إلى عمل ومن بشكل جدا رائع. مع أنك أنت كنت في نسخة نجم الريالتي والأهم جدا، وكان لك بروز جدا واضح، وأنت ما زلت في نقطة معينة واضحة، وكلهم نجحوا إلا أنت. أنا ما نجحت إلا أنت. شوف هذا في نظرك أنت. لا هذا مو نظري أنا، قلت لك عيد، هذا كلام الجمهور. أنا ما جاي عاديك. شوف أنا مو هنا عشان عاديك. ركز معي، أنا ما عندي مشكلة شخصية معك. أنا كل ما أقوله الآن هو كلام الجمهور. طيب هو شيء أنا أشوف الجمهور، فأنا جيت أكون صوتهم. جميعهم نجحوا إلا أنت محمد الزعيزعي. طيب. ومنهم من نجح في كيانات كبيرة جدا وواجه جمهور آخر أيضا. طيب. وما زال محمد الزعيزعي في نفس الدائرة. طيب ردي لك وللجمهور، أولا اللي ما يكتب لك عسر يا الإنسان. كل الربع اللي أنت ذكرتهم أو غيرهم من الناس اللي نجحوا وصلوا أماكن من غير حول الله ولا قوة، كل أمور من صبر رب العالمين والله اللي كاتبها. لو تجري جري الوحوش غير رزقك ما تحوش. أنا راضي عن نفسي تمام الرضا، ما همني رضيت أنت رضا الجمهور، أنا راضي عن نفسي. ممشاي داري الربي اللي كاتبه لي، أمور ما وصلت لها ولا كتبت لي وحاولت أجيها ولا صارت، أدري الربي ما أخرني إلا الخير. أعطيك معلومة وأنهي فيها اللقاء. سم. الله سبحانه وتعالى كتب الأقدار، ولكن جعلنا عندنا عقل ومنطق ووعي لفعل السبب. تمام، عشان كذا أقول لك افعل الأسباب يا محمد الزعيزي، انجح 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 في خطوتك الجاية. لا تفشل لا تفشل لا تفشل في خطوتك الجاية. لا تعلق كل شيء على الأقدار وتخليها شماعة وتعلقها كل شيء. كن شخص الله سبحانه وتعالى أعطاك الحرية والقرار في أنك أنت تفعل السبب لتصل إلى ما وصله خوياك اللي في نسختك واللي في غير نسختك. شكرا محمد. عفوا لك. يعطيك العافية. الله يعافيك. سعيد جدا باللقاء معك في أول حلقة. أنا سعيد. أتمنى لك التوفيق وعقبال ما أشوف نجاحاتك القادمة إن شاء الله. خلني أرد ولا خلاص؟ يعطيك العافية. تفضل آخر شيء لك. آخر شيء، أي شخص من المعارف اللي ذكرت نجح ووصل المكان يشهد الله على كلامي ذا النجاحه لي أنا، ولا انتغرت ولا نيب زعلان. الإنسان اللي يقعد يشوف فلان وفلان 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 يقول أنا ليه ما وصلت كذا، أنا ليه أول من بيتعب أنت، عقلك نفسيتك. أمش ماني بقول لك لا 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 تحارب في الحياة، لا تحاول أنك تكون في المكان الفلاني، لا حاول، بس لا تزعل، الله كاتب لك كل شيء، لا تزعل مرته واحدة. شكرا. أبختم بحاجة أخيرة. سم. صوتك الغير جيد اللي ما يعجبني نهائيا ولا أطيقه، عطني شيء يكون قفلة الحلقة عشان أحتاج صداع. أصدق طيب قبل أصدق. تفضل قرب البنادول. ها تلعب وانا ما عادلي بالطرب شف، تلعب وانا ما عادلي بالطرب شف، لعبك بروحي بالدليل فرح بجراح، زل الطرب يا موجع الطرب الدف، زل الطرب يا موجع الطرب الدف،
لعبك بروحي بدلل فرح بجراح كل بنادول صاحبه.